طيب امتى، عشان برضو في عيانين بيسالوا امتى اخد فيتامينات؟ صح. ما هو انا اول ما بعرف انك حضرتك حامل وبيجي تشرفيني في العياده بعمل لك تحاليل، بعرف منها اخبارك ايه، هيموجلوبينك اخباره ايه، صح، صوره الدم بتاعتك كلها اخبارها ايه، بول الـ 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 السكر الار اتش مهم جدا انه يتعرف في اول حمل الار اتش، عشان انت هتشوفي هتاخدي حقنه في ساعه بعد الولاده ولا عشان الاجسام المضاده، طبعا. لانك لو ما خدتيش هذه الحقنه هتحكمي على نفسك انك مش هتعرفي تجيبي اولاد تاني. حقنه ايه بقى؟ ار اتش، ودي هنعمل لها حلقه لوحدها. لان ده موضوع كبير قوي، والله هنطلع منه لسكه تانية، فدي هنعمل لها حلقه لوحدها. حقنه الار اتش، الار اتش دي لازم تاخدها مش لو هي ار اتش نيجاتيف، ما انا قلت لك دي هتتعمل لها حلقه لوحدها. لان انت قصدك المضادات الاكسده اللي بتهاجم الجنين فبتخلي لا يحصل اجهاض؟ دي غير مضادات الاكسده. امال ايه؟ هي بتعمل اجهاض وبتعمل مشاكل في الجنين، بس حاجه تانية. بس حاجه تانية هنتكلم فيها، في حلقه تانية. فكرونا هم بيفكروني على فكره، بيبعتوا لي مسجات على كويس. كويس تمام. طيب نبتدي امتى ناخد فيتامينز؟ اولا ممنوع الفيتامينز في اول 3 شهور، ممنوع الحامل. طب ده عشان حمل اول ولا اي حمل؟ في اي حمل، اي حمل ممنوع الحامل اول 3 شهور تاخد فيتامينز. بس ليه؟ مش معناها ليه، قول لي ليه وانا اقول لك. مش لان في فيتامينز المفروض انها ما تتاخدش في الاول، بتعمل شهوات في البيبي، ولو اتاخدت بكميات كبيره بتعمل مشاكل في البيبي. فاحنا بنمنع كل الفيتامينز في اول 3 شهور، احنا مش محتاجينها. اتلاشى اي فيتامين بالظبط. انا في مره كنت مع دكتور الماني قال لي لو اقدر، شوف الكلمه اللي قالها يعني قد ايه، لو اقدر امنع الست الحامل حتى انها تشرب ميه في اول 3 شهور اللي هعمله. بس هو بيقولها خايف. هو خايف خوفا على العسكر. فالفيتامينز بعد الثلاث شهور الاولانيه ما يعدوا. حلو تمام. هنقول ما ناخدش فيتامينز اول 3 شهور، اول 3 شهور حمل تمام، باي نوع، عند الفوليك وبس. بس مش معناه بقى، مش معناه حاجه انا عايز اقول بقى، قول عشان لازم حضرتك تتكلم فيها. مش معناه ان تيجي الحما او الام او الخاله او ايا كان بقى، واصل انت حامل فكلي كتير، فهي بتاكل كتير، اللي هو الاكل اللي هو اصلا ده مضر. هي مش هتاكل غير على قد معدتها زي ما احنا بنقول. لا ما هو تمام. ومع الحمل بيبقى في مشاكل تانية، ودهون كتير وشرب مغيط وسم. ساعات بيبقى في قيء في اول 3 شهور، وده سهل برضو ان احنا نوقفه. وحلبة هو مخرجنا بيقول الحلبة بيساعدنا. لا الحلبة بقى انا هقولها لك يعني عني انا شخصيا. الحلبة والقرفة يستحسن ما تشربهمش الحمل. ده هيساعدوا على ولا بعد الولاده على الاجهاض ولا بعد الولاده ولا ايه ولا لا مش هيساعدوا على الاجهاض. مفيش حاجه هتساعد. طب ليه يستحسن؟ ليه هيتعبوها ويعملوا مشاكل؟ ولا بعد الولاده. طب يعني الحامل ما تشربش حلبه ولا قرفه ولا قرفه. وكنا زمان ناس كتيره قوي زمان، برضو دي معلومه خاطئه، يقول لك ما ياكلوش بلح. واثباتهم عن كده ايه؟ ستنا مريم لما جت تولد فهزي الشجره النخله سوري عشان ينزل البلح. هو ربنا قال لك عشان البلح مليان سكريات يساعدها على ما انا عماله اركز معاك الولادة. عشان اعرف في ايه الولاده. لكن البلح ما بيعملش انقباض في الرحم زي ما الناس بتقول. يعني كتير جدا يجي لي عيانين يقول لي طب انا بحب اشرب اللبن بالبلح، ينفع اشربه؟ اقول لهم اشربيه. طب انا تهت منك دلوقتي. قولي. يعني والله انا تهت مني. دلوقتي يعني هي تمنع البلح ولا لا؟ لا بيفرق الاول عن الاخر. اصل انت بتقول البلح تاكله في اي وقت. يعني معلومه البلح دي غلط في اي وقت. عشان هي خضتني اصلا. نعرف ناس كتير ونشرب سوائل كتير. اوكي نشرب سوائل كتير. ناكل حاجات تقوي مناعتنا وبالذات في الظروف اللي احنا فيها. ماشي. عشان لا قدر الله لو فيروس كورونا. ونصيحه كان قريب نصيحة. مننا. بصي هو مش قريب او مش قريب. كان هو ماشي. ان شاء الله خير. فيعني ان شاء الله ربنا يبعده عننا ويعني احنا نبقى في امان منه باذن الله. بس تاكل حاجات تزود المناعه وترفع مناعتها. واهم من كل ده اهم حاجه بتزود مناعه ايه بقى؟ ايه؟ الراحه النفسيه والنوم. الراحة النفسية. الراحة النفسية. الواحد لما يكون
سامعني دلوقتي انا بكلم مين اللي هو زوجها؟ مش لازم جوزك مش عليك والله العظيم ينكد عليكي قولي له والله العظيم الزوج غلبانين والله الازواج غلبانين والله غلبانين. لا مش لازم الزوج يعني الحاله النفسيه يعني الحاله النفسيه ليها هي هي تحسن من حالتها النفسيه. اوكي بره بيلعبوا يوجا مديتيشن بقى بالظبط يعني بره بيلعبوا يوجا. مش هقول لك طبعا روحي الجيم واعملي زومبا لا ما يعني ما يعني يعني روحي جيم على فكره ما انا ما اقولكيش ما تروحيش بس تبقي مع حد متخصص جوه الجيم وعارف انك حامل وهو اللي هيديكي التدريبات اللي تعمليها. تمام انا ما عنديش مشكله خالص يعني عندي سيدات بتقول اللي بيتابعوا معايا عايزه اروح جيم روحي خلي حركتك طبيعيه ولكن خالص. مش اوفر ده في الاخر مش الحاجة ده انا في الاخر كمان بخليها تتمشى وتعمل مجهود لان ده بيساعد ان البيبي ينزل في منطقه الحوض ويبقى يحصل له الراس تنزل وتولد طبيعي. يعني اللي بقول لك عليه الدكتور اللي بيعمل هو مش بيرقص معاها هو بيعمل لها حركات ورياضه بيساعدها. تمام عشان تولد بس لا هي مش بيرقص يعني واخد بالك يعني انا عايز الست الحامل تعيش حياتها الطبيعيه تاكل كويس تعيش كويس نفسيتها تبقى كويسه تروح للدكتور وتعمل الانتي نيتال كير او المتابعه بتاعتها بانتظام ما تجيش في الاول للدكتور انا حامل وبعدين بعد كده ابص الاقيها شايفها قبل ما تولد باسبوع. ما هو الفتره دي كلها الله اعلم ايه اللي حصل فيها صح. وتسمع كلام الدكتور في كل حاجه هيقولها كل حاجه هتعملها في اثناء الحمل. يعني انا دايما بشبه الحمل زي الطيران ثلاث شهور اولانيين ثلاث شهور في النص ثلاث شهور في الاخر. الطيران تيك اوف ستابيليتي لاندنج كل حاجه اهم من الثانيه بالظبط يعني في كل خطوه بالزبط. او كل شهر وانت حامل مهم جدا ان انت تتابعي مع الدكتور بالزبط.